متابعينا الكرام، السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم من عين أسردون. عين أسردون هو واحد المدار السياحي بمدينة بني ملال، جه بني ملال خنيطرة بالمغرب. تم بناء هذا المدار السياحي فوق عين مائية نابعة من أحد الجبال المشهورة في المنطقة. تحتوي على شلالات يصبون في نفس المجرى. وكيفاش سموا عين أسردون؟ يقال أن الراعي استطاع إغلاق العين بعد اكتشاف مصدر مجرى الماء بحصول على المال من القبيلة التي تضررت جراء توقف الماء، حيث تمكن من الحصول على بغل أسردون بالأمازيغية، ومن يومها سميت بعين أسردون. وشكرا على المتابعة، نتلقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم. اسرع
Yeah.